السلام، الانطلاق يتواصل والتحية تستمر مع شوطنا الرابع عشر المخصص أيضا للجعدان في المهجنات الأسايل بسن الثنايا وفي عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة والثمانية كيلومترات. هناك أيضا مع هذا السن سن الثنايا بالشعارات التي حضرت من كل أحد من وصوب هنا للمشاركة. أسير مباشرة على البداية هالولة، هناك المفتي أيضا يتواجد نواب النوح بن أحمد البلوشي يتواجد على الصدارة، أتابع المركز الثاني المركز الثاني. مشاهدينا متابعين الكرام، وصول من مليح في هذه اللحظات، يتقدم سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي، بينما انتقل الى المركز الثالث الوصول والتقدم من خطاف محمد بن سيب مايد المزروعي في هذه اللحظات اللي خذ المركز الثالث. نقلتنا الى المركز الرابع، وصول وتقدم الراهي مبارك بسليم بالاسود العامري، والمركز الخامس في هذه اللحظات هذا هو العساف ايضا بالفعل من يتواجد العساف، ايضا السيد محمد بن عبد البذويب العامري. هكذا نتيجتنا للست المراكز الاولى المتقدمه. المركز السابع في هذه اللحظات وصول من مشغل غانب بن راشد بن علي آل علي المعاضيد، والمركز الثامن في هذه اللحظات وصول هناك ايضا من مرحب عبد الله بن محمد الشهيني الكثيري، واللي خذ المركز التاسع وصول وتقدم من مروح بطي بن سعيد بن علان آل مهيري، والمركز العاشر وصل وتقدم هناك شاهين عبد الله بن مسلم بن علي العامري. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط للعشر المراكز الأولى هنا بهذه الشعارات التي حضرت هنا للعد من المركز الأول حتى المركز العاشر، بينما أسماء هناك أيضا لم يحين موعد دخولها إلى عالم النداء. أعود إلى البداية هلولة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هنا الصدارة والمقدمة المفتي هناك أيضا يتواجد على البداية هلولة، تعود الملكية نواب بن احمد نواب بن نوح بن احمد البلوشي من يتواجد على المقدمه هنا. ركز يا ابو احمد، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام مليح على المركز الثاني سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من راهي مبارك بن سليم بالاسود العامري خذ المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصول من العساف محمد بن عنبر بذويب العامري من يتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس وصل وتقدم من الخطاف محمد بن سيب مايد المزروعي. هناك ايضا يتواجد هذا هو الخطير، خلوا المراقبه هناك ايضا بانطلاقه الخطاف في هذا الشوط اللي خذ المركز الخامس، اتابع المركز السادس وصل ايضا مشعل قانب بن راشد بن علي آل علي المعاضيد. هكذا النتيجه للمركز الخامس. هناك ايضا ضيف قادم من ايضا دوله قطر، بينما هناك اللي قادم في هذه اللحظات مروح بطي بن سعيد بن علان عالم هيلي. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط. يا سلام، اشوف الاسماء قادمه، اشوف الشعارات حاضره، اشوف الاسماء بدات تتقدم. هنا سيل جارف ياتي من المراكز الخلفيه، بينما هناك اللي قادم في هذه اللحظات وصل شعار سالم بن محمد بن سالم ايضا المري، بينما المركز التاسع المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وصل وتقدم من مناور عبد الله بن مطر بن محمد الكتبي، ايضا شعار هناك ايضا محيان، بينما المركز العاشر في هذه اللحظات المركز العاشر في هذا المسار الجميل وصول وتقدم في هذا اللحظات 66 اللي هو قازي ايضا الشريقي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي ايضا وصل في هذه اللحظات شعار بالزفنة. هكذا النتيجة للعشر المراكز الاولى، بينما اعود الى بداية
هذا الشوط. أعود مع الشميمي هناك أيضا، ولا نعم بالفعل الشميمي على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط، ولكن هذا المفتي نعم بالفعل هناك أيضا نواب بن نوح بن أحمد البلوشي من يتقدم بو أحمد هنا على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول من مليح سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط، بينما المركز الثالث وصل العساف في هذه اللحظات محمد بن عمر بن ذويب العامري، والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام وصل انطلاقة راهي هناك اللي خذ المركز الرابع. تعود الملكية لسيد مبارك بن سليم بالأسود العامري. هكذا نتيجتنا للمراكز الأربع الأوائل المتقدمة، ولكن أسماء قادمة شعارات قادمة هنا في هذه اللحظات في هذا المسار. الله وصل هناك أيضا مشعل في هذا اللحظات، غانم بن راشد بن علي العلي المعاضيد، وصل شعار المعاضيد مقدمين لنا هذا الشعار. شرفنا على جسر العبور، شرفنا على جسر العبور هنا، فيكون أول العابرين أول المنطلقين هناك المفتي على صدارة هذا الشوط. ولكن أشوف اللي قادم هناك أيضا وصل وتقدم روح بطيب بن سعيد بن علال المهيري، واللي خذ المركز السادس وصل غازي الشريقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي يتواجد في هذه اللحظات. سيد وصل سيد في هذه اللحظات. الله الله الله، متبوع ما ياتيك تابع، سيد وخلفه تابعين. هناك حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري هنا أيضا وصول في هذه اللحظات، بينما اللي تسلل أيضا أعزائي المشاهدين هذا هو مناور أيضا يتواجد في هذه اللحظات مع عبد الله بن مطر بن محمد عليك تبي أيضا شعار بن محيان في هذه اللحظات هناك أيضا في هذا الشوط. يا سلام، هكذا النتيجة، ولكن اشتدت المعركة مشاهدينا متابعينا الكروم. يا سلام، وصل هناك أيضا سلطان، وصل في هذه اللحظات شعار بن دلموك، ولكن الناموس يحتار ما بين هالعمالقة، ما بين هالكبار، ما بين هالشعارات هنا. الموقف خطير، 2 كيلومتر من سيظهر من هذه الشعارات، من سيظهر من هذه الأسماء على البداية الأولى؟ مليح على البداية الأولى، سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي هناك أيضا شعار أبو سالم، وتسلم يمينك يا أبو سالم، بينما المركز الثاني الله مروح بدأ يروع على البداية، مروع على الصدارة في هذه اللحظات. بطي بن سعيد بن علال مهيري خذ المركز الثاني، أتابع المركز الثالث الوصول والتقدم. هناك أيضا صالح بن خليفة بن راشد المهيري، يا سلام، هذا هو المفتي، وصل المفتي في هذه اللحظات. نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، ولكن أشوف اللي قادم، أشوف اسماء قادمة هنا حضرت في هذه اللحظات. الله على البداية الأولى هنا على الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات. مليح هناك أيضا على الصدارة. يا سلام، ولكن هناك الطاير وهناك أيضا مدوخ وصل مدوخ هنا أيضا عتيق بن علي بقيع المري، ولكن هناك مسكت حمد بن جعفر بن سهيل الكتبي هنا بانطلاقة أيضا مسكت، وصل شعار بن دري، وصلت الأسماء التي حضرت في هذا الشوط. الله، السيارة لمن؟ من هو سعيد الحظ؟ ما بين هالأسماء هناك. أعود إلى البداية الأولى،
أعود إلى الصدارة هلولة على المركز الأول في هذه اللحظات. الله الله الله، مهدي هناك أيضا يتواجد هناك أيضا على البداية هلولة. صالح بن خليفة بن راشد المهري ولكن بندري بندري يا سلام على البداية بانطلاقة مكرم. سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي على البداية هلولة على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو الكيلو، هذا هو الكيلو الأخير والخطير والمثير في شوط الإثارة في شوطنا الأخير، الختام. من سيغلق الستار؟ ولكن هناك اللي واصل، اللي واصل مشاهدينا متابعينا الكرام. ايضا شعار هناك ايضا بالثيمه على البدايه الاولى، ولكن المركز الثاني، المركز الثاني هناك ايضا شعار الصعب وصل في هذه اللحظات، شعار الصعب هناك ايضا وصول من عزام حسن بن هناك ايضا شعار بن حسن ايضا بن محمد بثيمه العامري. يا سلام يا سلام يا سلام على البدايه الاولى، يا سلام جوله الاوامر، جوله التحديات، ال 500 متر الاخيره. يا سلام هناك البداية، البداية مع الحنيش، هذا هو شعار جابر بمفخوت من محمد بن مسعود. الله، ولكن الصعب 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 وصل هناك أيضا هداد، هداد يا بن مرخان وصل بانطلاقة هداد في هذه اللحظات. علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي، ولكن البداية الحنيش، الحنيش سلام ومبخوت سلام، سلام ومبخوت سلام، تحية واحترام والسلامات هناك أيضا ذهبت إلى الشحانية تعبر الحدود إلى الأشقاء هنا في دولة قطر. سلام شحاني سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني هناك أيضا شعار محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود. المركز الثالث وصل أيضا وأيضا انطلاقة هداد علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكبير. والمركز الرابع ايضا شعار ايضا حسن بن محمد بن ثيم العامري. والمركز الخامس ايضا لحظات وصول هناك مطفي اسلي بن شوير بن سعيد العامري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس ايضا جابر بن مبخوت بن محمد بن مسعود على فوز الحنيش. هنا ايضا سلام للشحانية، سلام سلام. ميدان التحدي توقيت الزمني مقداره 13 دقيقة 7 ثواني 6 اجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث وصل ايضا وصل هداد علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي. توقيت ايضا المركز الثاني قطعة 8 كيلو مترات في زمن وقدر مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام، نعتذر ايضا للسيد محمد بن راشد بن جابر بن ايضا حمد بن مسعود. توقيت زمن 13 دقيقه 9 ثواني 5 اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثالث وصل ايضا وتقدم هداد علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي. وتوقيت الزمني 13 دقيقه 9 ثواني 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والنام.